لا هو طبعا واشنطن مهتمة، واشنطن تدرك خطورة تلك الهجمات لأنها متكررة، لأنها تقصف مواقف عسكرية، لأنها أيضا ستؤثر على قرار الولايات المتحدة بالانسحاب أو عدم الانسحاب من العراق. فواشنطن تأخذ بكل الجدية هذه الأمور. ربما كان هناك مثلا اختلاف في الستايل أو في النمط في التعامل، يعني مثلا لو كان دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة أثناء حدوث هذه الهجمات لكان على الفور توجه إلى المنصة وخاطب الشعب الأمريكي وحاز الأمر باهتمامه الشخصي، وربما أيضا أجرى مكالمة تليفونية مع رئيس الوزراء العراقي. أما في ظل بايدن فهو يعمل لكن لا ندري الكثير من تصرفاته. يعني مثلا ممكن طرح هذا السؤال، هل اتصل الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن برئيس الوزراء العراقي وتحدث سويا حول الهجمات سواء على قاعدة فيكتوريا أو الهجمات التي حدثت منذ ساعات قليلة؟ نحن لا نعرف هذا. يعني الخلاصة، نعم هناك يعني اهتمام أمريكي، هناك مراقبة أمريكية للوضع الدفاعي والوضع الخاص بالأمن القومي داخل جمهورية العراق، لكن جزء كبير منه لا يصرح به علنا ولا يتم الإفصاح عنه رسميا.